وجاءت العشر نور في محياها، يا فوز من بفعال الخير أحياها. الروح تشرق نورا من تلألؤها، والأجر يسكب بحرا في ثناياها. قم اغتنم عشرك الغراء مبتدرا، لعل قلبك يجني من هدايا. بالذكر والبر والقرآن تعمرها، سفينة الروح عشر النور مرساها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عشر مباركة. هذه الحلقة سنعرج وإياكم على العديد من الموضوعات، موضوع الوفاء، وكذلك سنعرج كذلك على وقف الصدقة الجارية، هذا الوقف التابع لجمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة. دعوني أرحب في مطلع هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن سليم الصبحية. مرحبا شيخ. أهلا وسهلا بك وبأحبة مشاهدين قناة المجد، أبدا تحن إليكم الأرواح، ولقاءكم ريحانة والراح، وقلوب ودادكم تشتاقكم إلى لذيذ لقائكم ترتاحوا. أسأل الله تعالى لكل من يشاهدنا الآن أن يجعله من العتقاء السعداء، وفي هذا الشهر ممن عفى عنهم وغفر ذنبهم وستر عيبهم وكشف كربهم، وسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته واستعملنا في طاعته، ونحفظ بلادنا وأرضنا وقادتنا وقيادتنا وجندنا ومن أرادنا وبلادنا واجتماعنا بسوء، نسأل الله تعالى أن يصرفه عنا يا رب. شيخ، قبل ما نبدأ في موضوعنا اليوم عن الوفاء، وأنها أحد خصائص هذه العشر المباركة، أن الشخص يكون يعني وافي في هذه الحلقة، وأن نعم يكون وفي له يعني دور كبير في أنه يعني يعزز هذه المزية وفي مع مجتمعك وهذه الثمرة، وفي مع بلادك، وفي صحيح مع مجتمعك، صحيح مع الناس. الوفاء ليس فقط بين الزوج والزوجة والأبناء، لا لا لا، الوفاء يتعدى إلى أعظم من ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. الوفاء خاصة إذا كان مع الفقراء والضعفاء والمحتاجين، وأنت تقول الوقف، هذا الوقف الذي هو وقف الصدقة الجارية في أين؟ ليس في أي بلاد، في طيبة الطيبة، البلد المباركة، بركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا التي قال للنبي عليه نعم الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فيها ضعفي ما في مكة من البركة. فأقول البدار بهذا الوقف المبارك، فستجد بركته أثر ذلك، تلك البركة عليك وعلى ولدك وعلى أهلك. واعلم أنه ما أنفقتم من شيء فإن الله سبحانه وتعالى وعد أنه سيخلفه، يخلفه في نفسك، في صحتك، في عافيتك، في السلامة من الشر، في رد الأذى، كذلك يخلفه على زيادة في المال، وكذلك ما نقص مال من صدقة أبدا، بل يزيد ويزيد ويزيد حتى تكون في زيادة عند الله سبحانه وتعالى. وأعجبني في هذا الوقف البلد الذي هو فيها صراحة، وليس هذا قلة في أي بلاد، لا والله، إنما هذه سنة الله، تفاضل في الكون، مكة والمدينة وغيرها والمساجد، سنة التفاضل في المساجد، سنة التفاضل في بين الناس. فالوقف هذا المبارك الذي هو في طيبة طيبة، مارز أهل الإيمان التي باركت دعوة سيدي ولدي عدنان، فأنفق فيها، يكون لك في كل بقعة في بلادنا أثر. الله. فاترك لنفسك بعد موتك ذكرها، اترك لك ذكر، وخاصة الوفاء للأموات، اجعل لك لوالديك في هذا الوقف أثر. الله. اجعل لهم أثر. يقول أحدهم في زوجتي، وفاء لزوجتي، يقول تأتي يوم القيامة أكثر الناس كباشا لكثرة ما يذبح عنها ضاحي. الله. قد ماتت، قد ماتت. صحيح. الوفاء للأموات، مو فقط بالدعوات. نعم الدعوات، إذا مات ابن آدم قطع منه عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح، ومنها صدقة ماذا؟ جارية. الوقف، اجعل الوقف لوالديك كما ندعو لهم، اللهم اجعلهم من السعداء من العتقاء، كذلك اجعل لهم أسهم في هذا، نجعل لهم سهم يرون أثره في الجنة، حتى يقال، يقول الأب والأم يا رب بما هذا، يرفع درجتهم، يقول بدعاء ولدك لك. الله. كذلك بصدقة ولدك لك إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى القليل عنده كثير. والصدقة ترفع الدرجات، والصدقة تقرب إلى رب البريات، والصدقة سبب من أسباب نزول الجنات، والصدقة تكفر السيئات، والصدقة كذلك سبب من أسباب الشفاء والعافية والصحة والرضا والقناعة، كل ذلك لا يكون إلا بالصدقة، وهي دليل الصدق مع الله. هذا الوقف
هو وقف لن يقف عندك، سيتعدى إلى غيرك، صحيح، سيتعدى معك إلى قبرك، سيكون معك عند لقاء ربك. ونتحدث عن الصدقة في هذه الأيام، في هذه الليالي، وهذه الليالي بخاصة الوفاء، الوفاء مع الفقراء، الوفاء مع نذكر قصة هذه مهمة جدا، الوفاء مع المجتمع، مع الناس، الوفاء مع الفقراء والمساكين. كما ذكرنا، قد يكون ذكرناه في اللقاء الماضي، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد دخل عليه رجال من مضر، رجال من مضر، من قبيلة من القبائل، لكنهم من ضمن منظومة المسلمين المؤمنين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيرية هذه الأمة بهذه الأوقاف، خيرية هذه الأمة بهذه الصدقات، خيرية بهذه الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فدخلوا عليه حفاء عراة قد تمزقت وتخرقت ثيابهم، حفاء، فرق قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وقعد ثم قال يا بلال أذن، فأذن، يا بلال أقم الصلاة، فقام الصلاة، ثم قال أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ثم قال تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع تمره، من صاع بره، اتقوا النار ولو بشق تمره. فقام الرجل أول واحد قام إلى بيته، فجاء بصرة عظيمة مليئة بالمال، المبادرة والمسارعة، بادر، بل أنه يعجز عن حملها، يا جماعة الخير يعجز عن حملها، فألقاها بين يدي النبي. فقام الصحابة إلى بيوتهم، هذا جاء بثياب وهذا بطعام، فاجتمع أكوام عند النبي من طعام وثياب، فسر وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجره وأجر ما عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الله، المبادرة دائما والمسارعة. ويقول لعثمان بن عفان، وقف عثمان الآن مستمر، مستمر المسجد الذي المسجد النبوي هذا وقف، توسع وقف عثمان، الماء الذي يشرب منه الصحابة وقف عثمان، المدينة طيبة طيبة، طابة وطيبة. عثمان بن عفان عندما جهز جيش العسرة وأنفق وأنفق وأنفق، قال ما ضر عثمان بعد اليوم، ما عمل بعد اليوم، خلاص ما ضر عثمان، دعا له الرسول مرتان بالجنة. نعم، عثمان من الشهداء، بل أن النبي يحب عثمان، كان محبوب عثمان، ترى عثمان ينفق قبل الإسلام، يحب النفقة، يعني كان محبوب حتى عند قريش. عثمان بن عفان كانت المرأة إذا جاءت تدلع ولدها تحمله إلى أعلى وتضمه وتشمه وتقبله وتقول أحبك والرحمن كحب قريش لعثمان. الله، كحب قريش لعثمان، مضرب مثل. إذا أردت أن يحبك الناس فأنفق. ويظهر عيب المرء بخله، ويظهر عيب المرء بين الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. الله، الله، تغطى بثوب السخاء، الصدقة والسخاء والبذل والعطاء للفقراء سبب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. نحن في ليالي الوفاء، هي وفاء فجعلوها وفاء، الله وفى معنا فجعل ليلة القدر، الله، وكتب فيها عظيم الأجر والعتق والسعادة. فلنكن أوفياء مع الله بما عندنا من أموالنا، من أعمالنا، من قيامنا، من القرآن الذي بين أيدينا، فلنوفي مع الله سبحانه وتعالى، ونقبل على الله في هذه ليالي وفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا، أبو بكر كان وفيا مع أمته، أبو بكر أعتق الصحابة، اشترى في مكة مر على بلال يعذب، قال له ألا ترحم هذا الضعيف؟ قال أنت الذي أفسدته، أنت الذي قال بكم تبيعه؟ قال بخمس أواقي، قال اشتريته. فلما أخذه وقال له أنت حر، قال أمية والله يا أبو بكر لو دفعت فيه أوقية لبعته، قال والله لو طلبت به ألف أو مئة أوقية لاشتريته منك. الله، الله، أبو بكر الصديق كان آية في خدمة مجتمعه، آية في خدمة الناس وفي الإنفاق، أنفق ماله كله في سبيل الله وفي الناس، كان يشتري الضعفاء ويعتقهم. وهذا هو المسلم، المسلم لا يعيش لنفسه إنما يعيش لغيره، يعيش لغيره. وسرور تدخله على مسلم، على مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام
لما كان أعطيك قصة عجيبة عجيبة في الإنفاق. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة كان سعد بن عبادة غنيا، هذا في مدينة في طيبة، الوقف وقف إيش؟ وقف الصدقة الجارية، الصدقة الجارية في المدينة في طيبة الطيبة. كان له حصن كل ليلة يرسل منادي ينادي على الحصن لأهل المدينة، يا أهل المدينة من أراد أن يأكل اللحم والشحم فليأتينا، فيطعم الناس ويخرجون وقد شبعوا. يا الله، مات سعد لكن ذكره ما مات. صحيح، وقصصه تروى. حارث بن النعمان كان له بكل باب جواب، كان له بيوت بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بجوار المسجد، بيوت بجوار المسجد، وكلما جاء أحد من قرابة النبي كان ماذا يفعل حارثة؟ يعطيه. جاء النبي يزوج فاطمة على من؟ على علي. على علي. فاطمة كانت تخدم النبي وكانت تسمى أم أبيها، يحبها النبي، يحب، ما أجمل نحب بناتنا، نقبلهم نعانقهم، هؤلاء ثمرة زرعنا ونتاج أرضنا وعماد ظهرنا، فلنكن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، إذا طلبوا فأعطهم وإذا غضبوا فارضهم، تكسب ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلة فيملوا حياتك ويحبوا وفاتك. الله، أعطيهم فلذات وكبات. كان النبي يا جماعة الخير يقوم لفاطمة ويقبل ما بين عينيها ويفرش رداءه ويسر إليها من حبه لها، يقول هذه أم أبيها، أم أبيها، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما رابها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج فاطمة لعلي ما عندها بيت ولا عند علي بيت، ترى مع فاطمة درع. لما أراد أن يزوجها فقد رسول الله، يعني لو تكلم النعمان بن حارثة بن النعمان البيت اللي جنب المسجد، قال يا بني استحيت من كثرة ما أكلم حارثة يترك لنا بيوته. فعلم حارثة فجاء يبكي، قال يا رسول الله ما أنا ومالي وبيوتي ونفسي إلا لك، فأعطاه آخر بيت وسكن في أطراف المدينة. لكن هل حارثة تنعم في الجنة فقط بهذا؟ لا، النبي كان نائم ليلة عند عائشة فاستيقظ يبتسم فقال رأيت حارثة يقرأ القرآن في الجنة. كذلكم البر كان برا بأمه. الوفاء للآباء والأمهات، أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر وأطع أباك فإنه رباك منذ عهد الصغر، واخضع لأمك فرضها فعقوقها إحدى الكبر، إن للوالدين حق علينا بعد حق الإله في الاحترام، أوجدانا وربيانا صغارا فاستحقا نهاية الإكرام، أكرموا أباكم وأمهاتكم أحياء وأموات بهذه الأوقاف وهذه الصدقات، فتكون شافعات زكيات نديات طاهرات، سبب من أسباب الرفعة في الدرجات في الجنات بإذن الله تعالى. الوفاء أيضا مع الآباء، الوفاء مع الزوجات كذلك، إذا أتى الحبيب بذنب جاءت حسناته بألف شفيع، ووفاء الزوجة مع زوجها. أعطي قصة في هذا الباب. يا سلام. النبي عمر بن عبد العزيز لما اختار طريق الزهد، فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة أخوها الخليفة جدها الخليفة، كان عندها من الأموال ما لا تعد ولا تحصى، والجواهر والياقوت والزمر. قال يا فاطمة يا أنا وطريقة عيشي الزهد، ولا أنت والدنيا؟ قالت لا أنت يا عمر، شو الوفاء، أنت يا عمر لا تتخلي عن زوجك لأدنى سبب. صحيح، هو معين لك وأنت معينة له، حياة الزوج والزوجة، حياة عونا سعادة. لما طبعا أخذ أموالها والذهب والزمرد والياقوت والجواهر كله وضعها فين؟ في بيت مال المسلمين. لما مات عمر وتولى الخلافة أخوها قال نرد أموالك، قالت لا والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا. الله الله، وامرأة الوفاء، وامرأة كانت عند القبر تبكي زوجها، فمر عليها أحدهم من الأغنياء وأعجب بجمالها، قال تتزوجين؟ قالت وإن تسألاني عن هوايا فإنه بحر هذا القبر يا فتياني، وإني لا أستحيه والتراب بيننا كما كنت أستحيه يوم يراني. يا الله، الوفاء، يا الله، يا الله، الوفاء في هذه الليالي العشر. تعيني زوجك، قم مع الناس، قم صلي ويعينها، قومي وأنت والبنات صلوا
ويلا خلي بيتنا هذه الليالي كله عبادة من خير البيوت، خليها سعادة، خليها عبادة، آيات، صدقات. خذ الأبناء والبنات والزوجة والزوجات إلى هذه الأوقاف وتصدقوا، يضعوها بأيديهم تكون قدوة لهم. صحيح، خاصة التربية بالعمل بالفعل. هذا الوقف يا جماعة الخير في طيبة الطيبة المباركة. أي والله. بركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، يا اللهم اجعل في المدينة ضعفين ما في مكة في البركة، سواء في الطعام والشراب وإن شاء الله في الأموال وفي الصدقات. والأبناء دائما يتعلمون من آبائهم بالأفعال أحيانا مو بالقول، والوفاء حتى الوفاء مع الأصحاب. صدق الوفاء مع الأصحاب. أعطيك قصة فيها؟ أعطينا القصة. أبشر حبيبي، النبي يحب أبو بكر شيء عجيب، كان يقول لعمر والصحابة ذروني أبو بكر، لقد صدقني يوم كذب الناس وآمن بي يوم كفر بالناس وواساني بنفسي ومالي إلى آخره. لما فتح مكة أبو قحافة والد أبو بكر كان كافر كبير في السن، كبر سنه وأحذوذب ظهره وعلى الشيب رأسه، وكان عظيم اللحية بيضاء شعره أبيض. لما جلس النبي في الصحن، صحن المطاف اللي هو الموجود الآن قريب الكعبة، ذهب أبو بكر إلى البيت وجاء بوالده يقوده، كبير في السن أعمى، فقال شوف الوفاء مع أنه مشرك يا جماعة الخير، قال يا أبا بكر لو دعيت تركت الشيخ في بيتي أنا أتيه، هل لأنه شيخ أم لأنه فقط والد أبو بكر؟ لأنه والد أبو بكر وأيضا شيخ كبير، ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر ويعرف شرف كبيرنا. قال لا يا رسول، هو حقا يأتي إليك. فلما جلس بين يديه وضع يده على قال أسلم تسلم، فأسلم، فبكى أبو بكر من الفرح. وفاء مع أبو بكر الصديق، الوفاء أيضا مع مفتاح الكعبة. كيف؟ لما فتح الكعبة وصلى النبي المفتاح معه، فقال علي أو العباس يا رسول الله نجعل المفتاح عندنا، تكون عندنا السدانة والحجاب. فنزلت آيات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقال النبي لعثمان، شوف درس في الوفاء، خذ هذا المفتاح اليوم يوم بر ووفاء. الله. وهذه الليالي ليالي إيش؟ وفاء، بر ووفاء. الوفاء مع الآباء، مع الأمهات والآباء، ومع الأقرباء، ومع الفقراء، والوفاء حتى مع العلماء والولاة الأمر بالدعاء لهم، بالدعاء لهم. والسمع والطاعة، الوفاء مع الجيران، الوفاء حتى مع أقرب الناس إلينا، أهل الوفاء. النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع الأموات وفي، كلما قام وقعد يقول اللهم اغفر لخديجة، اللهم اغفر لخديجة. وكان يعطي صاحبات خديجة صدقات، صدقات، لأنهم أصحاب خديجة. الله. كذلك يا شيخ الوفاء لمن يبذل من الخير، يعني الآن أحيانا إحنا نحتاج نحن نشجع الناس اللي تبذل، نشجع الناس اللي تبذل إذا كانوا كما ذكرنا على مظلة معروفة مشهودة إلى آخره، مثل وقف صدقة الجارية. وإن لم نستطع أن نفعل شيء فنسكت عنهم. أيوة. نتركهم يعملون في خدمة الأمة وخدمة المجتمع وخدمة البلاد، لأن هناك أناس تبني، فلنكن من الذي يبني ولا يهدم، يزرع ولا يقلع، نعين. كذلك الله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكذلك وتعاونوا على البر والتقوى. الوفاء هذه الليالي ليس كغيره من الليالي، أن نكون أوفياء ونكون صدقنا في وفائنا وفي كذلك مع الآخرين، حتى أن أحدهم صار بينه وبين هذا من قصص السلف، بينه وبين زوجته خلاف، فبعد 20 عام قال أقول لك أمرك بيدك، خلاص خلاص. شوف الآن الأمر أصبح إيش؟ في يدها، بيدها. قالت كان عندك 20 عام وكنت وفيا معي، تجعله في يدي ساعة؟ لا والله أرده إليك. يا الله. يا الله يا الله. ووفاء الزوج مع زوجته هذا أعظم الوفاء، والزوجة مع زوجها. روي أن امرأة تقول في زوجها وكان عاهدني، طبعا أنا ما بس أقول قصيدة، وكان عاهدني إن خانه زمنا ألا يضاجع أنثى بعد مثواتي، وكنت عاهدته إن خانه زمنا ألا أبوء ببعل بعد طول محياتي. الله. يا الله. الله. يا الله. الله على المعاهدة. وأحدهم يقول في زوجته لقد كنت نعم الرفيق الوفي، ولقد كنت نعم الرفيق الوفي، وأنت كذلك الرفيق الوفي إلى آخره. كيف يمدح زوجه؟ إذا رأيت عليها شيء شرا
استره، وإذا رأيت عليه خيرا انشره، وإذا رأيت عليه شرا استريه، وإذا رأيت عليه خيرا انشريه. هذه المرأة الوفية التقية النقية. ولمن أراد أن ينشأ في بيئة سعيدة صالحة وفية فإنها يجب أن يتبع معي. وأعظم الوفاء الوفاء مع المجتمع، الوفاء مع الأقرباء والفقراء والأغنياء والعلماء وولاة الأمر. الوفاء هذا لا والله أحيانا نقول ضعف الوفاء عند بعض الناس، أبحث عنه هل طار في السماء أم غرق في الماء أم لا نجده إلا في كتب العظماء. الله، أين الوفاء يا جماعة الخير؟ هبني أسأت، وإن أسأت فأين فضلك والمروة، وإن لا أسأت كما أسأت فأين عاطفة الأخوة. الله، اليوم تعاهدنا نطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا. خلاص يا جماعة الخير خلنا نكون أوفياء. شيخ، في معينات تعين الشخص على أنه يعني يقوم بالوفاء على الوجه الصحيح؟ هذا من المروءة. المروءة الوفي تجده عنده مروءة وعنده شجاعة. لذلك سبحان الله الذي تجده ضعيف في الوفاء تجده ضعيف في المروءة، والذي لا عنده ليس له شجاعة تجده ضعيف في الوفاء كذلك. لذلك الإنسان إذا كان عنده مروءة تجده وفيا مع الناس مع نفسه مع أهله. وكذلك نجعل الوفاء عبادة، ليس فقط شيم وأخلاق، لا، نجعله عبادة. إنما جئت، يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق، يعني أم سلمة لما حبسوها عن زوجها هاجر أبو سلمة المدينة، وبعدين أذن لها أن تهاجر، أذن لها، تقول أخذت ابني رضيع وركبت الدابة ووضعته في حجري، فلقيها عثمان ابن أبي طلحة مشرك كان، لقيها في التنعيم، التنعيم وهو ميقات لأهل مكة إذا أرادوا العمرة، يعني إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى خارج، والتنعيم هو أقرب مكان، أحربت منه عائشة رضي الله عنها، وفي النبي كان مع عائشة. أعطيك، طب خلنا نكمل القصة، نكمل هذه زي اللي يروح خط الخدمات. فين كنا؟ في قصة من؟ أم سلمة وعثمان. عثمان لما لقيها في التنعيم قال يا أم سلمة هل معك أحد؟ قالت لا، ليس معي إلا الله ثم هذا الغلام. قال مثلك لا يترك، والطريق كله وهو مشرك، وهو مشرك، الطريق كله سباع وضباع، كله ربي جياع قطاع طريق. فأخذ تقول الله حتى وصلها المدينة إلى ديار بني عوف، تقول ما رأيت رجل لا أكرم ولا أشجع ولا مروءة ولا وفاء منه مثله. الله، الوفاء إذا خرجت المرأة إلى سوق العمل أو إلى أي مكان لابد أن نكون أوفياء مع مجتمعنا. صحيح. هي بنتنا. صحيح. هي أختنا، كما تدين تدان. هذا هو الوفاء مع المجتمع، الوفاء مع الآخرين. عائشة رضي الله عنها، النبي كان وفي معها وفاء عجيب، والوفاء دليل المحبة، دليل المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج، عائشة ما حجت ما اعتمرت، أخذت حج فقط مفرد، والبقية كانوا كلهم متمتع. فتقطع قلبه، قالت رسول الله كل صواحباتي والناس يأخذون عمرة وحج إلا أنا حج. فأخر النبي كل الركب، أرادوا أن يخرج من مكة المدينة 10,000، سبحان الله، وقيل أكثر وقيل 100,000، على خلاف 50,000 100,000، لأن النبي وقف في عرفة على 100,000. قال طيب، فجلس النبي تلك الليلة وأخذ استدعى عبد الرحمن بن أبي بكر، قال أخرج مع عائشة للتنعيم والتهل بعمرة، وفاء لعائشة. الله الله الله. والوفاء مع الأموات كذلك من الأقرباء. مات أبوك، كن وفيا مع عماتك وعم عمالك. ماتت أمك، كن وفي مع خالاتك وخال أخوالك. الله، كن وفيا معه لا تقطعه. الله، النبي صلى الله عليه وسلم، أختم بقصة، أختم، وهو داخل مكة قال إذا وجدتم فلان وفلان فاقتلوه، ولو تعلق بأستار الكعبة، الكعبة ما عصمته. اثنين منهم دخلوا واختفوا في بيت أم هانئ بنت عم النبي. من هو عمه الذي رباه وآواه؟ أبو طالب، كان مشرك، وهذا لا يمنع أن تكون وفي. فلما قدمت النبي قالت يا رسول الله فلان وفلان في بيتي وقد أجرتهم. قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ. خلاص، أنت بنت أبو طالب، أنت بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. الوفاء مع الأقرباء. اليوم لابد يكون لخالاتنا وعماتنا وأقاربنا شيء من الوفاء، نصيب من الوفاء. الوفاء زينة لكل مسلم، كما هذه ليلة القدر هي زينة. يعطيك العافية يا شيخ، والكلام في الوفاء أكيد سيطول، والقصص فيه كثيرة، وهي رسالة يعني وجهتها من خلال ثنايا هذه الحلقة، بأن
الوفاء يجب أن يكون في لدى كل مسلم، وأن يكون كذلك شيئا من يعني من نفسك تبذله وفاء لمن تحب، لجيرانك، لأقربائك، لكل من تحب، ولكل مسلم ومسلمة. شيخ أنا أشكرك في نهاية هذه الحلقة، الحلقة الماتعة، ونحن في خامس ليلة من ليالي هذا العشر المبارك. أتمنى إن شاء الله أن تكون ليالي خير وبركة، وأنا سأسعد بك إن شاء الله في حلقة الغد، في حلقة 26 بإذن الله تعالى. شكرا لك. أنا أشكر لكم والمشاهدي قناة المجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وفيا معهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا في هذه الليالي من أهل الوفاء، من العتقاء السعداء. اللهم إنك عفو تحب العفو، عفو عنا، لا تدع لمن يشاهدنا الآن فقيرا لا أغنيته، ضعيفا لا قويته، مريضا لا شفيته، مبتلا لا عافيته. اللهم اجمعنا ولا تفرقنا، واحدنا ولا تمزقنا، من أرادنا وبلادنا، وجمعنا واجتماعنا وحدودنا ورجال أمننا وقادتنا وقيادتنا بسوء، اللهم اصرفه عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من السعداء العتقاء. اللهم انزل على بيوتنا الرضا والقناعة. آمين. اجعل أبناءنا صالحين مصلحين هداة مهتدين. اللهم ارحم من مات من آبائنا أمهاتنا وعلمائنا ولاة أمرنا، اجعلهم في أمانك، في ضمانك، في إحسانك، في جناتك. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا. شكرا لك صاحب الفضيلة، شكرا لكم متابعين على طيب المتابعة. عشر مباركة بحول الله تعالى، مستمرين معكم خلال هذه العشر الطيبة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله تعالى. إلى اللقاء. تعمرها سفينة الروح عشر النور مرساها.